السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم عندنا مراجعة للبي 40 برو بلس. البرو بلس يعتبر نسخة العليا مقارنة بسلسلة البي 40 برو بشكل عام، لكن مراجعتي هذا أو في هذا الفيديو راح تكون عبارة عن الكاميرا. كل الحديث راح يكون عبارة عن الكاميرا. طيب ليش يا سلطان؟ لأنه نفس ما هو موجود في البي 40 برو ونفس النتائج اللي تكلمنا عنها مع البي 40 برو راح تكون موجودة مع البي 40 برو بلس، لكن في بعض الاختلافات وهذا اللي راح أذكره الآن. أولا في مسألة عدد الكاميرات موجودة في الجهة الخلفية، أنه 5 كاميرات في البي 40 برو بلس مقارنة بأربع كاميرات للبي 40 برو. طبعا هذه الإضافة ما جت عبث، راح نتكلم عن نتائجها لاحقا إن شاء الله. الجهة الخلفية مثلا عندك بدل ما كان قزاز معتم مثل ما هو موجود في البي 40 برو، هنا راح نشوف سيراميك واللي راح يزيد من وزن الهاتف مو، لكنه راح يكون أو راح يعطي الهاتف جودة أعلى بكل تأكيد. زائد الشيء اللي لاحظته إنه إذا خذيت اللون أبيض راح يبعد عن مشاكل البصمات، على عكس لو خذيت مثلا اللون الأسود راح تكون بصمات واضحة يمين يسار فوق تحت بكل تأكيد. لكن فخامة الصراحة أشوفها أعلى ما موجود في البي 40 برو. زائد في مسألة إنه الشاشة راح تكون أكبر، السعة التخزينية راح تكون أكبر، 512 جيجا بايت، لا زال 8 جيجا بايت للذاكرة العشوائية، ولا زال بنفس البطارية 4200 ملي أمبير، لكن اللهم إنه الشاحن السريع نعم 40 واط بشرط إنه يكون عندك نفس الشاحن والسلك الموجود بداخل الصندوق. لكن الشيء اللي تم إضافته مع هذا البي 40 برو بلس إنه الشاحن السلكي أصبح الآن يدعم 40 واط، وهذه أول مرة أشوفها في عالم الشواحن اللاسلكية من ناحية سرعة الشحن، وأقصد أول مرة توفر بشكل رسمي في السوق السعودي. لكن لا تنسى بشرط أن يكون نفس الشاحن اللاسلكي المزود من قبل نفس الشركة اللي هي شركة هواوي. واضح الكلام؟ طيب بالنسبة لمواصفات الكاميرات راح تطلع لك الآن، خذ نفس، شوف اقرأ الأرقام، ما بيقولها وأطول فيديو، ودي أدخل بشكل مباشر على مسألة نتائج الصور والفيديوهات ومقارنة أبيكم تساعدوني فيها وتقولون رأيكم في خانة التعليقات مين الأفضل ما بين S20 Ultra وأيضا P40 Pro Plus. أوكي خلينا نبدأ مع نتائج الصور في النهار باستخدام الكاميرا الأساسية. طبعا دقتها 50 ميجا بكسل، لكن لو أخذت الصور بالدقة الأساسية ألا وهي 12.5 ميجا بكسل فالنتائج 10 على 10 صراحة، النتائج ممتازة. وأتكلم من ناحية التفاصيل، من ناحية الدايناميك رينج ألا هو الـ HDR، ما في تشويش، الألوان ممتازة ولو أنها مائلة شوي إلى الألوان الدافئة، فهذا الشيء كثير من الناس يفضلونها على سبيل المثال محبين الآيفون. الحدة ما فيها مبالغة، وهذا الشيء صراحة فاجأني لأن هواوي دائما وأبدا تميل إلى الزيادة في الحدة، لكن ما بلغوا في الحدة مع هذا الهاتف المول، فنقطة تحسب لهم. في مسألة الألترا وايد أرجع أقولها مثل أو عدد كثير من هواتف الفلاكشيب تحديدا مثل Mate 30 Pro الP40 وسلسلته، أنه الألترا وايد بالنسبة لهواوي هي ملكة الألترا وايد، وخاصة من ناحية الألوان والتفاصيل والدايناميك رينج. صحيح ما هو بنفس النطاق الأوسع مقارنة بعد المنافسين، لكن صراحة الألترا وايد جدا ممتاز. السبب ببساطة أنه مزود بالأوتو فوكس أو التركيز التلقائي. البورتريت بسبب وجود الكاميرا العمق فهي أيضا ممتازة لمسألة الأشخاص اللي يأخذون صور البورتريت راح تعجبهم بدرجة جدا جدا كبيرة. فمن ناحية البورتريت باستخدام الكاميرا الأساسية مع العمق صراحة ممتازة. أخذت صور طبعا بدقة 50 ميجا بكسل، وكان في نمطين 50 ميجا بكسل عادي و50 ميجا بكسل مع الذكاء الاصطناعي. الفروقات نعم راح يكون في تفاصيل أكثر، راح يكون فيه تقليل في مسألة التشويش، لكن الفروقات ما بين العادي والذكاء الاصطناعي أنه العادي يأخذ ثانية، الذكاء الاصطناعي يأخذ ما بين 5 إلى 6 ثواني، ولما تقارن ما بينهم تلاحظ أن التشويش أقل في الذكاء الاصطناعي مقارنة في النمط العادي مع الخمسين ميجا بكسل. التفاصيل تلقى مع الذكاء الاصطناعي أفضل، لكن بفارق جدا بسيط لما تأخذ صورة بالخمسين ميجا بكسل بالنمط العادي. الماكرو مدعوم مع خاصية الألترا وايد، لكن بدأ من 4 سنتيمتر راح يكون ما بين 8 إلى 10 سنتيمتر، وهذا الشيء لاحظته. أيضا ماكرو كانت نتائجه ممتازة بسبب وجود الأوتو فوكس. طيب في مسألة الزوم، وهذا الشيء اللي يهم الناس. طيب في عندك اثنين من الزوم، واحد بيرسكوب اللي هو في مسألة المنظار، والثاني في مسألة التقريب اللي هو العادي. التقريب على المدى 10 مرات، واحنا قاعدين نتكلم عن تقريب بصري 10 مرات، وهذا اعلى ما موجود في البي 40 برو اللي يقدم تقريب بصري الى 5 مرات. ما في ولا جوال يقدم تقريب بصري
الى 10 مرات. اوكي طيب راح اتكلم عن الثلاث مرات مع 8 ميجا بكسل يحفظ الصوره بدقه 12.5 ميجا بكسل، وهذا يعني انه الجوال او الصوره نفسها يطلع فيها اب سكيل. فكيف كانت النتائج او يرفع؟ فنتائج ممتازة، التفاصيل والألوان والحدة، درجات التباين، أداء في مسألة الأب سكيل موجود لكنه ما خرب من نتائج الصورة بشكل عام. طيب لما أسوي تقريب بصري إلى 10 مرات فهو أيضا يسوي أب سكيل إلى 12.5 ميجا بكسل، فهنا راح تلاحظ أنه الأب سكيل ملحوظ مقارنة لما تسوي تقريب بصري إلى 3 مرات ويحفظ لك على نفس الجودة، لكن بشكل عام التفاصيل كويسة وحاضرة، الألوان ممتازة، الديناميك رينج أيضا ممتاز، ما بالغوا في الحدة. بعض الأحيان عشان الأب سكيل ما يخرب الجودة يبالغون في الحدة، لا ما بالغوا في الحدة، وهذه أيضا نقطة سلم. هنا أقدر أقول لك أنه الصراحة يعتبر أفضل هاتف محمول مقارنة بأي هاتف موجود في السوق إلى الآن، قاعد يقدم لك تقريب إلى 10 مرات، ما في منافس له نهائيا. إذا تبي مثلا أنه ما يسوي أب سكيل أو يسوي اختصاص للصورة عشان يوصل إلى الزوم، فحاول تسوي تقريب إلى 8.5 مرات المرة، هنا تلقاه يعطيك الجودة ممتازة والحدة تلاحظها أفضل وتحسب لهم وبقوة. التقريب الرقمي موجود إلى 100 مرة، لكن هل تحتاجه؟ يسوى عليك؟ ظنيت الصراحة، لكن سويت تقريب إلى 30 مرة عشان تشوف الصورة بشكل ممتاز، وعطنا رأيك في خانة التعليقات ولا يهمك. سويت تقريب إلى 30 مرة مع المنافس الشرس الاس 20 اترا، وهذه برضو بعض النتائج علشان تعطينا رأيك في خانة التعليقات ما بين الاس 20 اترا والبي 40 برو بلس في مسألة الزوم. أتمنى أن تعطينا رأيك في خانة التعليقات، لا تسحب علينا. طيب في مسألة الإضاءة الضعيفة وركز معي زين، أو التصوير في الليل، فباستخدام الكاميرا الأساسية بشكل عام مذهلة من ناحية التفاصيل، الإكسبوجر مضبوط بالملي، ما في تشويش لكنه بنسبة جدا بسيطة، ما خرب الجودة نهائيا، الحدة أشوفها ممتازة. مع النايت مود راح يزيد من التفاصيل الموجودة في الظلال أو الأماكن اللي ما فيها إنارة نهائيا، لكن صراحة كنت مستمتع بدون النايت مود مع الكاميرا الأساسية. الألترا وايد أيضا ممتاز من ناحية التفاصيل وفيه يعني النايت مود، لكن الألترا وايد يعتبر ممتاز، ممتاز جدا وخاصة في مسألة تصوير الإضاءة ضعيفة، لكن نصيحتي لك فيه النايت مود، لا تستخدم النايت مود، استخدم النايت مود فقط مع التقريب، هنا تشوف نتائج ممتازة، لأنه النايت مود مع الألترا وايد والتليفوتو تلقاه ياخذ ما بين 3 إلى 6 ثواني، لكن نتائج النايت مود مع الألترا وايد سيئة جدا، سيئة جدا، لكن لو تحط النايت مود وتستخدم النايت مود مع التليفوتو تلقى النتائج أفضل بكثير، وخاصة من ناحية التفاصيل، وخاصة التركيز على الأماكن اللي صعب يكون فيها إضاءة تلقاه جايبها لك بشكل جدا ممتاز، خاصة أنه في مسألة الزوم لما تسوي تقريب إلى 3 مرات تلقاه بالغالب أو أغلب الصور من 9 صور تلقاه أغلب الصور تلقاها مسوي لك إياها كروب أو أب سكيل، راح يعطيك نتائج كويسة لكن لا تتوقع الشيء المبهر تماما، لكن لما تسلط او تستخدم خاصية النايت مود مع الزوم تلقى النتائج افضل بكثير، لذلك استخدم النايت مود مع التليفوتو، هنا راح تلقى يعني صراحة الافضلية له. تبي تصور القمر؟ اوكي بامكانك فعل هذا الشيء واخذ صور ل مع طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي. طيب السيلفي 32 ميجا بكسل ايضا شيء ممتاز انه لا زال محتفظين بمساله الاوتو فوكس مع الكاميرا الاماميه، ايضا في مساله العمق للكاميرا الثانيه بجانب الكاميرا الاماميه، مساله الديناميك رينج، مساله التفاصيل، مساله الالوان اشوفها رائعه. طيب في الفيديو هذا الجوال راح يعطيك قوة عالية الصراحة من ناحية الفيديو مع الـ 4K إلى 60 إطار بالثانية، راح يعطيك أيضا في مسألة السلو موشن والتصوير بحركة بطيئة جدا بدقة 120 إلى 7680 إطار بالثانية، أيضا موجود مع هذا الهاتف المحمول. شوف بالمختصر المفيد الفيديو رائع جدا ويدعم كافة الدقة إلى 4K مع كافة الأنماط، لكن الـ 4K مع 60 إطار بالثانية كان الأقل بالنسبة لي من ناحية نتائج الفيديو وخاصة من ناحية التفاصيل، الثبات ممتاز، لذلك الشيء اللي بنصحك فيه استخدم 1080 مع 30 و60 وال 4K إلى 30 إطار بالثانية، راح تستمتع بالتفاصيل، راح تستمتع بالألوان، راح تستمتع بالدايناميك رينج، الوايت بالانس، موازنة اللون الأبيض صراحة جدا جدا ممتازة مع هذا الهاتف المحمول. فهذه كانت مراجعتي للبي 40 برو بلس، صراحة هاتف رائع جدا رائع من ناحية نتائج الصور
من ناحية الفيديوهات، تصميم، كجودة تصنيع، كباكج، كإمكانيات، كمواصفات، كشاشة رائعة مع 90 هرتز أشوفها ممتازة، دعم لمسألة 5G. شيء اللي يعيب هذا الهاتف محمول أنه أتمنى يكون في تحديث لحل مسألة 4K مع 60 إطار بالثانية، أتمنى يكون توفير أكثر لمسألة التطبيقات والخدمات مع متجر هواوي اللي قاعد يتطور بشكل ممتاز بالتعاون أيضا مع بيتل سيرش، وصراحة أشوفها قاعد يتطور بشكل ممتاز. ميموري كارد أتمنى يكون في اعتماد أكثر على الميموري كارد الخاص أو النطاق العادي، مو بالميموري كارد الخاص بهواوي. نتائج الصور والفيديوهات بشكل عام رائعة جدا 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 رائعة، ما عدا 4K مع 60 إطار بالثانية. أتمنى إنه هذا الفيديو عجبكم، إذا عجبكم تطمنوا على زر لايك واشتراك في القناة، ونشوف فيديو، نشوفكم خير إن شاء الله، مع السلامة.